مرة في ريال مدريد ترجع كرة خطيرة جول 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 الحارس وبنزيما والهدف الأول للملك ريال مدريد جاريث بيل بعد 392 دقيقة يسجل الويلزي أول أهدافه بعد الجفاف بعد الصيام يسجل جاريث بيل 1-0 للملكي مدريد في 20 دقيقة فترة الصمود في 20 دقيقة فترة الاسترخاء في 20 دقيقة رجعت الحركة رجعت معها البركة رجعت البسمة والفرحة زيدان يتقدم ويواصل الأرقام وكسر الأرقام كسر 69 مباراة على التوالي مدريد إن جول مدريد في الشبكة زايرها مدريد زاير الشباك زاير ثقيل على الخصوم وباقي الحراس بنزيما جاريث بيل جول 1-0 للريال مدريد في 20 دقيقة لعب في الرياضور